أتحول إلى الأستاذ غالي. أستاذ غالي، يعني أساس سؤالي إلى الأستاذ الوردي كان هو يعني التوجه الإسباني اليوم سياسي، هل يوازي نفس التوجه الذي تسير فيها المنظمات الحقوقية التي كانت تدعم إنسانيا جبهة البوليزاريو؟ هل هناك توازن بين المسارين؟ ثم يعني مقابل تخوفات جبهة البوليزاريو من مراجعة مدريد لمساهماتها في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى مخيمات تندوب، فضلا عن ذلك هناك تخوف من فتح المجال أيضا لتحريك مذكرات البحث القضائية الدولية في حق قيادات البوليزاريو المتابعين في قضايا مرفوعة ضدهم لدى القضاء الإسباني. أي مسار قد تتخذه مدريد في القادم من الأيام تجاه مراجعة مساهماتها في المساعدات الموجهة للمخيمات؟ ثم أي مسار يتخذه ملف متابعات تشمل قيادات البوليزاريو وهي قضايا تتعلق بتهم ثقيلة؟ هو أكيد بأن التوجه الرسمي الإسباني ليس توجها ولد من فراغ. نحن نعرف جيدا بأن الدولة الإسبانية هي دولة ديمقراطية مؤسسة على الديمقراطية التمثيلية من خلال أعضاء ممثلين ل الشعب الإسباني داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة، وكذلك الديمقراطية التشاركية من خلال دور المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها. ويجب أن نعلم بأن الموقف الرسمي الإسباني، وخاصة نحن نعرف بأن السيد سانشيز هو رئيس حكومة منتخب من طرف الشعب، ونعلم الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في هذا الباب مختلف على أين المنظمات غير الحكومية، وبالتالي لا يمكن أن يغامر بمستقبل حزبه السياسي وكذلك الكتلة التي يتحالف معها دون بطبيعة الحال أن تكون هناك تفاهمات على أن هذه الخطوة التي تقوم بها إسبانيا هي ليست خطوة تكتيكية أو لحظية، هي مسألة استراتيجية، هي مسألة تتعلق بأجيال، هي مسألة تتعلق بتحولات جيوسياسية التي على الدولة الإسبانية أن تكون قادرة على الاندماج والانخراط فيها. وبالتالي واهم من يعتقد بأن الموقف الرسمي للحكومة الإسبانية هو موقف معزول عن التحولات والتطورات التي يعرفها المجتمع المدني في إسبانيا، على اعتبار كما أشرت وقلنا بأن مجموعة من التحولات والتطورات الأخيرة التي ظهرت سواء من خلال مثل هذا النوع من المنتديات، منتدى الاجتماعي العالمي وكذلك مجلس حقوق الإنسان، كل هذه الدورات ساعدت على كشف أطروحة البوليزاريو من خلال وقائع بالدليل وبالحجة وبالبرهان التي أثبتت بشكل ملموس زيف الأطروحات البوليزاريو، بل أكثر من ذلك أن هذه التقارير وهذه الوقائع كشفت مسألة التضليل التي تقوم بها جبهة البوليزاريو وفضاحة الجرائم التي قامت بها. وأكيد بأن واقعة تهريب الزعيم الانفصالي ابن بطوش بأوراق وبهوية مزورة إلى إسبانيا، هذا كله كشف زيف هذه الادعاءات وكشف بأن هذا السلوك هو سلوك عصابات وليس سلوك هيئة أو منظمة كانت تدعي بأنها تمثل الشعب وبأنها تتشبث بذلك المبدأ الأممي وهو مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. إذن هذه الوقائع مثل وقائع متعددة أخرى كشفت بشكل ملموس زيف هذه الأمور، وكذلك لا يجب أن ننسى التحركات التي قامت بها منظمات وهيئات وأشخاص من خلال رفع دعاوى ضد هذا الزعيم الانفصالي وضد هذه الميليشيات التي تنهج وتعمل إلى سلوك التهديد والترهيب والترغيب وغير ذلك من الممارسات والسلوكيات التي يمكن أن تصنف على أساس أنها جرائم حرب، خاصة ما تعلق منها باستغلال حاجة هؤلاء المحتجزين في مخيمات تندوف وهذا التحويل والتهريب والسرقة، أقول السرقة للمساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها هذه المنظمات سواء الحكومية أو غير
الحكومية، ثم كذلك استغلال الأطفال بأشكال بشعة. نعم. هذه من النقط الأساسية والمهمة، على اعتبار أنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال في مجموعة من الممارسات. لذلك أنا أقول بأن البيئة الجديدة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المنظمات، أكيد بطبيعة الحال فإنه سيسير في هذا الاتجاه الذي سيعزز. أنا قلت بأنه كانت هناك متابعات، ولكن ما دام أن الموقف الإسباني كان غامضا لم يكن واضحا كما هو الآن، أقول بأن الأيام المقبلة ستشهد رفع دعاوى وسيشهد تحرك كبير للقضاء الإسباني، الذي أقول بأنه تحرر الآن سياسيا. واهم من يعتقد بأن القضاء في أي دولة كما كانت دولة ديمقراطية كبيرة صغيرة، بأن القضاء يكون معزولا عن ماذا؟ يكون معزولا عن المصالح الاستراتيجية للدولة التي ينتمي إليها. أنا أقول ولاحظنا القضاء على مستوى أوروبا، ولاحظنا القضاء على مستوى مجموعة من الدول، نعم، بأنه يتأثر بهذا النوع من المد والزجر فيما يتعلق بتحديد العلاقات والمصالح الخارجية.